بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ما زلنا مع بعض في سلسله المجهولون في الكتاب المقدس، والنهارده نعمه ربنا نتكلم عن بصلائيل ابن اوري من سفر الخروج لموسى النبي بركاته عليه من امين، الاصحاح 31. وكلم الرب موسى قائلا: انظر، قد دعوت بصلائيل ابن اوري ابن حور من سبط يهوذا باسمه، وملأته من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة لاختراع مخترعات ليعمل في الذهب والفضة والنحاس ونقش حجارة للترصيع ونجارة الخشب ليعمل في كل صنعة. وها أنا قد جعلت معه أهولياب ابن أخي سماك من سبط دان، وفي قلب كل حكيم القلب جعلت حكمة ليصنعوا كل ما أمرته، خيمة الاجتماع وتابوت الشهادة والغطاء الذي عليه وكل آنية الخيمة والمائدة وآنيتها والمنارة الطاهرة وكل آنيتها ومذبح البخور ومذبح المحرقة وكل آنيتها والمرحضة وقاعدتها والثياب المنسوجة والثياب المقدسة لهارون الكاهن وثياب بني الكهنة ودهن المسح والبخور العطر للقدس حسب كل ما أمرتك به يصنعون. مجدا للثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن كل وان دار دول أمين. بصلائيل ابن أوري مذكور في خروج 31 وفي خروج 35. بعد ما ربنا وصف لموسى النبي الخيمة مشتملاتها بتفاصيل دقيقة جدا، كان من المتوقع أن يتساءل موسى: مين اللي هيقوم بالعمل العظيم ده والتفاصيل دي الجبارة دي؟ ولكن الله العالم بكل شيء وفاحص القلوب والكلى، قلوب موسى من جهة، قلب موسى من جهة، وقلوب الصناع أنفسهم وما يحتاج العمل، دل موسى النبي على من يقوم بهذا العمل. بصلائيل اسم عبري معناه في ظل الله أو في حماية الله، أوري نوري، وحور ده هو أحد الشخصين اللذين كان يستند موسى النبي بيديه وهو بيصلي أثناء الحرب بتاعت عمليك، وده وارد في خروج 17. ربنا قال لموسى النبي عن بصلائيل: قد دعوته باسمه، اخترته تحديدا الشخص ده، ربنا دعاه لتنفيذ العمل، ومش بس أحد الصناع المهرة ليقوم بالعمل، لا، ماشي، دعوته صانعا ماهرا ليقوم بالعمل، لا، قال دعوته فلان باسمه، دعا بصلائيل بالذات. وفي هذا تكريم لبصلائيل طبعا، وفي ايضا مكافأة ليه لانه شخص احب عمل واتقنه وكان متميز فاستحق ان يعمل في بيت الرب، وإنما الأمر هيحتاج تعضيد من ربنا، لأن ده مش أي عمل، يعني مش مجرد بيت حلو بيعمله ولا مركب بيعمله ولا صندوق مقتنيات، لا، الفرق كبير بين ما أبدع فيه بصلائيل وما سوف يبدع فيه أو ما هو مطلوب منه من إبداع. ده بيت الرب وده عمل الرب، زي الفرق بين الرسام العادي والرسام القبطي الايكونوجراف، ده ليه مواصفات خاصة. الفنان القبطي او الرسام القبطي ليه مواصفات خاصة، وربنا قال عن بصلائيل: ملأته من روح الحكمة او من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة، يعني كل الابداعات الخاصة، لأنه يقول اختراع مخترعات، يعني إبداع وتميز أكتر في من كل اللي عمله قبل كده، يعني تعبير اختراع مخترعات يعني حاجات جديدة مطلوبة هو ما عملهاش قبل كده، حاجات دقيقة جدا وحاجات كتيرة جدا وحاجات نادرة ما حدش شافها قبل كده، فيحتاج حكمة خاصة من ربنا. ده يفكرنا بالصلاة التي كانت تتلى على رأس الرسام القبطي الأيكونوجراف زي ما قلت قبل البدء في عمل أيقونة. الصلاة دي موجود نصها، من ضمن اللي موجود في الصلاة دي: أنر نفسه، قوم يده ليرسم لأجل سلام الكنيسة ومجدها،
احفظه من التجارب والخيالات الشيطانية بشفاعة العذراء البتول وماري لوقا البشير، باعتبار ماري لوقا أشهر رسام في القرن الأول المسيحي أو بين الآباء الرسل والتلاميذ. والرسام القبطي مفروض عنده بعد لاهوتي وبعد عقائدي وبعد كنسي وبعد كتابي وبعد تصوفي، كل ده في شخصه، لأن ده بينعكس على الأيقونة اللي بيرسمها. إذا كان الفن عموما عبارة عن تمخض داخلي ومهارة يد، فالعامل والرسام يطلب من الروح القدس أن يرسم بواسطة يده، يرسم بواسطة يده أو يعمل من خلال يده ما يعجز الإنسان العادي بمفرده عن إتمامه. ده يقولوا على قد ما الفنان القبطي بيصلي أثناء العمل، على قد ما بيطلع العمل مبهر ومؤثر. تعرفين أيقونة بعد طبعا ليها مواصفات، بعد تدشينة تتحول إلى قطعة حية كالرأس دشان بالميرون، نتعامل معها تعامل خاص وتصبح تجمع بين ما هو إلهي وما هو بشري. بينما كان بصلائيل هو الرئيس والمكلف بأعمال النجارة والمعادن والنقش على الحجارة الكريمة، كان أهولياب هو المساعد له عشان يعمل في النسيج والتوشية من يوش يعني ويطرز وما يتعلق بالكلام ده. ده موجود في خروج 35 آية 35. طب العمال اللي بيساعدوا أهولياب وبصلائيل، منح الرب العمال أيضا الذين سيعملون معهم قائمة الأعمال دي، منحهم حجم خاصة فيشتغلوا في الذهب والفضة والنحاس والأحجار الكريمة والخشب والخياطة والتطريز والإسمنجوني والقرمز والبوص المبروم وغيرها، حاجات غالية جدا وكتيرة جدا، تفاصيل كتيرة جدا، مش أي عامل ومش أي صنايعي ومش أي رئيس. مفروض على فكرة كل حاجة تتعمل في بيت ربنا تتعمل بدقة بالغة، كل سنتي فيه شغل وكل سنتي معمول بعناية، فوش خطأ من جهة الألوان، من جهة الرسومات، من جهة التصميم، من جهة التشطيبات تبقى مريحة. وكل ما كان العامل أو الصنايع إنسان كويس كل ما بيطلع العامل كويس. بل عامل أيضا مع بصرائيل وليآب والعمال بعض النساء، طبعا في الغزل والنسيج في البوص والإسمنجوني والقرمز حسب ما ورد في خروج 35 آية 25، في نساء اشتركوا في العمل. لما نيجي نشتغل في كنائس بنختار العامل الماهر، ولا سيما لو كان إنسان روحي يعرف ربنا. يعني هل يليق ان حد يقعد يشتغل في كنائس فتره طويله وملوش علاقه بالكنيسه، ملوش علاقه بالقداس، ملوش علاقه بالانجيل، بيشتغل زي اي حد بيشتغل؟ افتكر كان في بنا اختاروه يشتغل في الدير، فبيسالوا الاب الاسقف، فانا اخترت ان في روح ربنا، شخص يخاف الله، وفعلا كان انسان كده، وكانت كل اعماله مفرحه ومبروكه، اي حاجه يمد ايده فيها. نختار الماهر صحيح، ويا حبذا لو كان انسان تقي. اللي بيعمله في الخشب، في البلاط، في الحديد، في البياض، في النقاشه وغيرها، كل ما كانوا ناس بتوع ربنا يكون احسن. ده الصنايعي اللي بيشتغل في كنيسة والمهندس اللي بيشتغل في كنيسة بيفخر انه اشتغل في الكنيسة الفلانية، وبعضهم يفخر ان هذا اعظم ما فعله في حياته واعظم ما اتمه في مشواره العملي. افتكر ان اعظم ما فعله يوسف ونيقوديموس انه اشتروا اكفان وكفنوا سيد المسيح وغيرهم. يعني في المقابل
وإذا لم يكن الشخص مهني وهيتبرع بشيء فليكن أفضل شيء. لما حد يجي يتبرع بحاجة للكنيسة بننبه في الكنائس، نقول قبل ما تجيب حاجة للكنيسة اسألنا احنا محتاجين ايه، ولما نطلب منه يجيب لنا حاجة معانا بنطلب المواصفات عشان بس يضمن انها هنستخدمها. صوروا ان حد جايب مثلا تونيا لأبونا ولا قلنسوة ولا شملة ولا طيرسانة ومليانة خرز وترتر وحاجات مقصرة، وأبونا الكسف يلبسها أو طابعين عليه حاجات ما مش مناسبة، فيبقى دفع فلوس وجابها الكنيسة وزعل إن أبونا ما لبسهاش، وبالتالي حمل الأيقونات، الستور، اللفايف، الأبارك، أي حاجة يجيبها. أولا يسأل الكنيسة محتاجة إيه عشان يسدد احتياج بدل ما يجيب حاجة زيادة، حاجة تانية بنفس المواصفات الكنسية المطلوبة عشان يضمن إنها هتستخدم. ولما حد مننا يحب يتبرع للكنيسة بحاجة يودي أفضل حاجة عنده، مش يودي الحطام والركام والحاجات اللي مينفعش تتباع، لأ، زي اللي يقدم لربنا البلقاء والمخططة والرقطاء ولا لا 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 أو الزوائدي، لا يودي أحسن حاجة. يعني كتير من الناس يعملوا كده، يقول لا أودي ربنا أحسن حاجة، يقول إحنا محتاجين جنريتور عشان الكهرباء بتطفي مثلا، يقول أنا عندي جنريتور قديم بس لقلنا يعطل منكم فأعمل لكم مشكلة بدل ما أساعدكم. زي ساعات حد يتبرع بعربية لدير من الأديرة وكنيسة من الكنائس وتصبح العربية عبء على الكنيسة وعبء على الدير، عم يصلحوها كل شوية، بيتكلفوا ببنزين وبتعطل منهم، بتعمل فيهم مقالب، وبدل ما بيساعدهم هو يعني عاكسهم، مش عايز أقول أضرهم يعني. في بعض البرشيات كان الأب الأسقف يدي فلوس للطلبة الفقراء عشان هو يروح يشتري بنفسه من أي محل ملابس، ما يحسش انه اقل من الباقيين ويبقى ليه حرية انه يختار اللي هو عاوزه، لكن مش يشتري مجموعة اطقم ملابس يوزع على الكل، لا طبعا. بفرح وكل الاباء طبعا باي شخص يجي كده بهدوء ويقول انا عايز اقدم حاجة لربنا، تنصحوني اقدم ايه؟ بيقدموا احسن حاجة، بيبقى فرحان لبيت ربنا كله بهاء وكله مجد. يجب أن يكون بيت ربنا أفضل من البيوت اللي في المنطقة كلها. لما كان بني إسرائيل ساكنين في خيام كان بيت ربنا خيمة الاجتماع، ولما استقروا في أرض الموعد وبنوا بيوت من حجارة بنى هيكل سليمان. ومفروض الكنيسة في أي قرية أو في أي مدينة تبقى من لحمة المكان، ناس عايشين في أكواخ تبقى كنيسة كوخ، عايشين في بيوت من حجارة تبقى كنيسة حجارة، مستوى المنطقة مرتفع الكنيسة برضو متجانسة مع المستوى ده. لما تهدم بيت الرب نتيجة عوامل كتير وحروب ونزاعات وأعداء كانوا موجودين، و لاحظ أو لفت الرب انتباه الشعب إلى أنهم مهتمين ببناء بيوتهم بينما تركوا بيت الرب متهدما، فقال لأجل بيت الذي هو خراب وأنتم راقدون كل إنسان إلى بيته، ولو فيك بيجري يسعى يعمل بيته حلو زي، وسايبين بيت الحشائش طالعة فيه ومشرخ ومهدم ومليان قمامة وغيره. بكتهم حج النبي وسمع زربابل وشائل تقيل ويهوشع ابن يهوصداق الكاهن العظيم، فجاء الشعب وعمل الشغل في بيت الرب، وطلب الرب من الشيوخ اللي كانوا ما يزالوا على قيد الحياة وكانوا حضروا الهيكل قبل ما يتهدم شافوه في مجده، قال لهم انتم موافقين على وضع الهيكل بالشكل الخارب ده؟ لا، تلاقوه في سفر حجي. لذلك إذا دعتكم الكنيسة أنكم تشتغلوا أوعوا تعتذروا، أوعوا تستعفوا،
ولو انت صناعي او عام ما تفضلش المكان في عمل تاني عن الكنيسة. بعض العمال او الصناعية يفضلوا يشتغلوا في اماكن تانية، ويبقى عارف ان الكنيسة كده كده هو يرجع يعمل شغلها في اي وقت. لا يعني يدي اولوية للكنيسة. بعض الشراح قالوا ان بصلائيل وهوليا اب وغيرهم اكتسبوا الخبرات المهنية دي في مصر، وحتى لو ده صحيح ده مش كافي للعمل في بيت الله غير كل المنازل، والخبرة دي متواضعة غير كافية. وربنا اختار بصرائيل لأن استعداده حلو، لأن إمكانياته كويسة، لكن العمل اللي يعمله محتاج تعضيد خاص من الله. والروح والحكمة اللي أخدوها هم والعمال اللي معاهم عشان يشتغلوا تذكرنا بأن روح الله يعمل في الخليقة، يعمل في الإنسان ليصبح كل عمل جميل وبديع. وكما أن الكون بكل روعته وجماله وألوانه وتنوع أشكاله خلقه روح الحكمة. ونقرأ في سفر التكوين أن روح الله كان يلف على وجه المياه. يقول بكلمة الرب صنعت السماوات وبنسمت فيه كل جنودها، ده داود النبي في مزمور 33 آية 6. بكلمة الرب صنعت السماوات، كلمة الرب الحكمة، وبنسمت فيه كل جنودها. نسمت فيه يا روح القدس، روح الله المحيي. هكذا أراد الله أن يكون كل شيء جميل في خيمة الاجتماع، الخيمة، الدار، الأعمدة، الستائر، الأغطية، مذبح النحاس، مائدة خبز الوجوه، مذبح البخور، المنارة، التابوت، الغطاء، ثياب هارون والكهنة، دون المسحة، البخور، العطر. يتعامل كما يليق بيت الله. وخلي بالكم انه ممكن يبقى بسيط لكن جميل. ساعات برضو الصخب الشديد جوه الكنيسة يشتت النظر، مبقاش مريح قوي. ممكن يبقى بسيط بس معمول بدقة وببساطة، وفي روح ربنا كده. آخر حاجة عايز أختم بيها، هل في علاقة بين الصانع وما يصنع؟ يعني الصانع وصناعته؟ طبعًا. تعرفوا إن شخصية الصانع بتنعكس على اللي بيعمله، تنطبع في عمله، وفي دراسات بتأكد كده. يعني على سبيل المثال في المباني، في الأيقونات، في التحف، في الكتابة نفسها، في المسرح، في السينما، في نفس الأكل اللي بيتعمل، زي تغير طعم الأكل من طباخ للتاني. ده يقولوا ساعات ملامح الشخصيات في الأيقونة يبقى فيه أوجه شبه بينها وبين الرسام نفسه. تصميم المبنى، تشطيب المبنى، وقيس عليها الباقي. عايز أختم وأقول اكرم الرب من مالك، كرمه من جهدك، كرمه من مهارتك، ومهما عملت فلن يخلد ليك إلا ما عملته للرب وفي بيت الرب، زي الأيقونات والمخطوطات. بفرح جدا لما أفتح مخطوط وأشوف ما يسمى مفتاح المخطوطة، اللي هو الكام سطر اللي في البداية أو في الآخر خالص، دول مهمين جدا. مين كتبه، كتبه إمتى، وقفوا على كنيسة إيه، التاريخ مهم جدا، الكاتب مهم جدا. وبفرح لما الاقي حد برضه كاتب على ستر من تحت بخط رفيع مقبول، يعني مش مبالغ فيه، فلان الفلان من الحته الفلانيه اذكر رب ابنك. ما بعتبرهاش نوع من الفخر انه بيشمخ على الله، لا بعتبره نوع من التاريخ. في مهندس كان بيشتغل في مكان ما بره مصر وبراتب كبير جدا، وبعدين اعتذر. قالوا له ليه؟ قال هعمل ايه هناك وهعمله لمين؟ اللي هعمله هعمل ايه وهعمله لمين؟ خليني اعمل هنا من اجل الله ومن اجل كنيسته. وواحد تاني اعرفه كويس لما عمل كنيسة جميلة جدا مهمة جدا، قال ده آخر عمل ليا في حياتي المهنية، هو متقدم في السن. قال سعيد إن أنا بختم حياتي
بهذا المبنى، مش ممكن هعمل احسن منه تاني، وبالتالي مش هقدر اشتغل في حاجه تانيه. واطلب من الروح القدس يعضدك عموما في عملك، فهو روح الله، روح الحكمه، روح الفهم، روح المشوره، روح القوه، روح المعرفه، روح مخافه الرب، حسب ما ورد في اشعياء صح 11 ايه 2: ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.